نمشيو بعيد في هذه العمليه، خصوصا حنا ابناء يجمعنا في هذه المنصه اللي كنا مش حاله وحنا تنتظروها. في البدايه اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد إدريس الرازي على هذا اللقاء التواصلي اللي اشتقنا له منذ سنوات. بالنسبه لنا لا، حنا بالنسبه لنا عندنا مشروع هما هذه المشاريع اللي ربما ندرسوهم بعد السي سمير. ثاني حاجه باش يجيبوا لنا الملفات القانونيه ديالهم، غادي نشوفوا باش نصنفوا. ثالث حاجه قلت اللي عنده شي برنامج ثقافي عندي اليوم جوج ربعه حلول يوميا اللي ممكن غنديرو في اطار الوضوح والشفافيه. ما غاديش نعطيكم شي وعود كاذبه ولا اللي بامكاننا غنديروها تخلقوا علينا ولا قولوا راه واعر مراد باش نكونوا واضحين، باش ما نعطيكش وعدوا في الاخر تقول راه جيت وما داروش ليا. لا، اللي غنلتزم بها غنلتزموا بها دابا. الملك اللي غادي تجلس تكون عليها قناعه، ولكن ما غنمشيش خاوي. هذا هو اللي مهم بالنسبه ليا انا صحيحه، ولكن ملي كنجلسوا معكم ونستمعوا لكم كنعرفوا راه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذه. فعلا الطموح ديالكم كبير كما الطموح ديالنا حنا، دور الشباب، دور العجاز، دور العجزه، ولكن هذا الشيء عندي امل كبير انه غيتحقق اليوم، غيتحقق بواحد القوه وواحد الشكل زوين وكبير. فعلا هذا الشيء راه كيحس في القلب اللي انت تشوف الاخوان اللي عندهم رغبه. راه شحال من واحد عنده جمعيه وما جاش، يقول لك غنجي غنصدع راسي، هذوك الناس ما منهمش. ولكن اليوم ضحيت بوقتكم، انا كنقول لكم كنوعدكم بان الابواب ديالنا مفتوحه، بان داك الشيء اللي قدرنا علينا الله والله العظيم حتى غنتاخذ. سمير المنتهي نائب رئيس مجلس مقاطعه حسان المفوض في القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي. اليوم كما تشوفوا كان واحد اللقاء تواصلي مع جمعيه المجتمع المدني الخاصه بالسكان ديال الحي المحيط وديال ديور الجامع وحي العكاري، مع العلم ان نهار الجمعه درنا لقاء تواصلي مع جمعيات ديال المدينه العتيقه ومع ديال حي حسان. كما تتعرفوا ضروري المقاربه التشاركيه مع المجتمع المدني. خصني اليوم درنا هذا اللقاء التواصلي باش نتعرفوا على بعضياتنا وميم طون باش يديروا تحيين الملفات القانونيه ديالهم، باش ان شاء الله هذه المرحله نوضوا نشتغلوا ونواكبوا الاعمال ديال اللي تيقوم بها السيد الوالي والسلطات في مدينه الرباط. ونتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظن هذه الجمعيات، وباغي ننزلوا بالفعل البرنامج الثقافي والرياضي على حقه وطريقه، ونتمنوا التوفيق لنا وللجميع ان شاء الله. الى بركات ممثل مسرحي ورئيس جمعيه عاصمه للفنون والثقافات. مشكور مجلس مقاطعه حسان على الدعوه الكريمه اللي دار المجموعه من الجمعيات الثقافيه للرياضيه. كان اليوم لقاء مفتوح، طرحنا الاكراهات ديالنا على السيد الرئيس المقاطعه وعلى رؤساء المصالح. كاينه نيه الاشتغال لا في الشق الثقافي ولا في الشق الرياضي، وان شاء الله غيكون تعاون مع المقاطعه ومع مختلف المصالح ومع السيد الرئيس ان شاء الله، باش نشوفوا الاكراهات اللي كنعانيو منها لا على المستوى دور الشباب لا على المستوى ملاعب القرب ولا على المستوى المنشات الثقافيه والمراكز السوسيو التربويه. شكرا. نوال الغازي رئيسة نادي الاولمبيك المغربي للرياضات البحريه. نحن جد سعداء اليوم لتمثيل المكتب المديري للرياضات البحريه لنادي الاولمبيك المغربي للحضور هذه الندوه اللي كانت مع مجلس مقاطعه حسان. كانت واحد الحوار جد مهم مع السيد الرئيس ومع السيد النائب على المشاكل والعراقيل اللي كتواجهها جمعيات متواجده بمقاطعه حسان، وجميع الاكراهات اللي كنلاقيوهم حنايا كجمعيات ديال المجتمع المدني اللي برنامج ثقافي او رياضي. بالنسبه للاكراهات نقدر نتحدث عليها بعجاله. كانت اكراهات ديال بالنسبه للجمعيات الرياضيه ديال ملاعب القرب، اقبال كبير من طرف جمعيات اخرى. اللي ما عندها امكانيات محدوده ما كيخليهاش تستفاد من ملاعب القرب، وبعض المرات كاع كتقدر تبغي مثلا تريزيرفي ولا كتبغي تخلص وما كتلقاش لا ديسبونيبيليتي. دونك هذه كانت من الاكراهات اللي طرحات. الاكراهات الاخرى اللي كانت طرحات بالنسبه لنا حنايا كجمعيات الرياضيه، كنبغيو مثلا نديرو شي انشطه ولكن ما كيكونش عندنا مثلا داك الكوتي بودجي، مي سوا ما كيكونش كافي سوا كيكون قليل. دونك حاولنا نشوفوا هذه المساله مع مجلس مقاطعه حسان حتى تكون هناك برامج بشراكه مع نادينا ومع مجلس مقاطعه حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الزهير رئيس جمعيه نجوم العاصمه التنميه الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه، لاعب سابق في صفوف اتحاد رياضي تولوغي ومنتخب مغربي سابقا. أؤطر لمدة 120 سنة من 1996، تنأطر الوليدات أطفال والشباب باش نخلقوا واحد الجيل إن شاء الله اللي يكون فاعل في المجتمع وقادر على العطاء. والحمد لله اليوم حضرنا في هذا الاجتماع اللي داروا مجلس مقاطعة حسان على رأسهم السيد إدريس الرازي ورئيس اللجنة الرياضية والثقافية السي سمير، اللي تنشكرهم بزاف على هذه الاستضافة اللي من خلالها تناولنا بعض المواضيع اللي تتهم واحد المشاكل اللي تنتخبطوا فيها كجمعيات بالنسبة لنقص ملاعب القرب وبالنسبة كذلك المراكز الثقافية. الحمد لله كانت جلسة ممتعة، الإخوان كاملين ديال الجمعيات تدخلوا وعطاو بعض النقاط، والحمد لله حنا كجمعية تنطمحوا إن شاء الله باش ان شاء الله في المستقبل ان يكون ناحيه العكاري والاحياء كامله ديال الرباط تكون في احلى حله واحلى مستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الايوبي رئيس جمعيه شبابنا مستقبلنا. اليوم كنا حاضرين في هذا اللقاء التواصلي برئاسه من السيد الرئيس إدريس الرازي والمفوض في قطاع الثقافي والرياضي السي سعيد. هذا اللقاء التواصلي اللي حاولوا جميع اعضاء الجمعيات في تراب المقاطعه انهم يدرسوا المشاكل اللي متعلقه بالمجال الرياضي والثقافي، خصوصا ان جميع الجمعيات اللي في تحت تراب المقاطعه حسان تعاني من مجموعه من الاكراهات والمشاكل، وحنا بدورنا قمنا باعطاء جميع التوصيات للوجود حل مخطط مسبق في تراب المقاطعه، وايضا حول مؤسسه مجال الشباب، لان مجال الشباب هو المتنفس الوحيد للجمعيات ولاعضاء الجمعيات باش يقوموا بالانشطه ديالهم الموازيه، وطرحنا جميع الاشكاليات اللي نقدروا نزيدوا بهم من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله في هذه المقاطعه. تنشكر جميع الاعضاء اللي ساهموا معنا في تنفيذ الاستراتيجيات الواضحه تحت اشراف رئيس مقاطعه حسان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.